من عاصمة الأوراس باتنا، تعهد المترشح عز الدين ميهوبي بتكريس التعددية الحزبية في الجزائر بأحزاب تعتمد على الكفاءات لا على الولاءات، كما تعمل على استقطاب الجزائريين بدل تنفيرهم. نريد أن تكون في الجزائر تعددية لا عددية. نريد أن تكون الأحزاب الجديدة أو تؤسس الأحزاب على الكفاءات المقتدرة، على الأفكار البناءة، أن تبتعد عن الولاءات، أن تبتعد عن المال الفاسد. يجب أننا نصل في يوم ما إلى الأحزاب التي تستقطب إليها المواطنين. لقد استقال المواطن الجزائري من السياسة وابتعد عنها. وعاد ميهوبي للحديث عن المناظرة التي جرت بين المترشحين، فقال إنه التزم من خلالها بجعل 22 فبراير يوما لسيادة الشعب، فلا قرار مهم يتخذ مستقبلا وفق ميهوبي دون استشارة الشعب. عندما تحدثت في المناظرة التي تابعها الشعب الجزائري، قلت سنجعل من يوم 22 فبراير يوم وطني لسيادة الشعب. لا يمكن أن نتخذ أي قرار استراتيجي جوهري مرتبط بمصير الشعب الجزائري، يجب دائما أن نستفتي الشعب في هذا. وقبيل اختتام الحملة الانتخابية بيوم واحد، دعا ميهوبي الجزائريين للانتخاب بقوة لتجنيب الجزائر أي مخاطر محتملة.